إذا في الرتابة دائما كنرجعوا للقاعدة، شنو هي المتتالية؟ راه غير حالة، واحد الحالة من الدالة، صافي؟ واحد الحالة من الدالة. إذا الدالة كنعرفوا التغيرات ديال الدالة كتكون تزايدية تناقصية على حسب. أوكي، كنا كنقولوا فوقاش كتكون دالة تزايدية؟ مثلا عندو على الدالة كنقول واحد الدالة اف تزايدية على واحد المجال اي. شنو معناتها؟ مهما يكون اكس ايغريك جوج ليهم كينتميو لاي، عندي اكس صغر قطعا من ايغريك، تستلزم ان اف دو اكس صغر او يساوي اف دو ايغريك. هذه تزايدية. إذا كانت اف تزايدية قطعا، تزايدية قطعا على اي، فمهما يكون اكس ايغريك كينتمي لاستثناء، عندنا اكس صغر قطعا من ايغريك تستلزم ان اف دو اكس صغر قطعا من اف دو ايغريك. اوكي، هنا لاحظ، هنا عندي قطعا ولات او يساوي، حيت التزايدية ملي كتكون قطعا راه كيبقى نفس الرمز، قطعا قطعا. اوكي، اذا بالنسبة للمتتالية راه نفس الحاجة، صافي، نفس الحاجة بالنسبة للمتتالية. هذا هو بالنسبة هذا اللي غنديرو دابا حنا هنا تعريف، صافي، تعريف ديال التزايد. هذا التعريف. اذا في التعريف نقول ان المتتالية يو ان، حيث ان كتنتمي لاي، تزايدية. فوق يعني شنو تزايدية؟ إلا كان، صافي، إلا كان مهما يكون ان و ام كينتميو لإي أس إثنان، صافي، عندي ان كبر قطعا، دونك تزايدية مثلا، غنقول ان صغر قطعا من ام، تستلزم ان او ديال ان صغر او يساوي او ديال ام، صافي، صغر، هنا تزايدية. راه نفس الحاجة اللي درسنا، نقول ان او دو ان، ان كتنتمي لإي، تزايدية قطعا اذا وافقت، اذا كان، هذه هي اذا وافقت اذا كان، يعني متكافئين، مهما يكون ان و ام كينتميو لإي أس إثنان، عندي ان صغر من ام، تستلزم ان او دو ان صغر قطعا من او ديال ام، صافي، من او ديال ام. كاين فيكم اللي غيسول يقول علاش هنا الا درنا تساوي؟ شوف، هنا الا درتي تساوي راه غتجيك حتى هنا تساوي، حيتاش الا كان ان كتساوي ام، ولا الا كانت اكس كتساوي ايكغيك، اف دي اكس غتساوي اف دي ايكغيك، صافي. دونك هادشي علاش حنا كنمشيو غير مع قطعا بالنسبة لهاد الشغل. صافي، هنا في قطعا الا كان عندك هنا قطعا كتحافظ على قطعا، هذه بالنسبه للتزايديه. دابا بالنسبه للتناقصيه غنديروا العكس، نقول ان ولا نقول ان يو ان دائما دابا تناقصيه، مهما يكون ان و ام كينتميو لاي ديالنا على حساب اي، تقدر تكون ان، تقدر، عندي ان دائما صغر قطعا من ان، تستلزم شو هنا غتولي او ان، شو الرمز يولي تبدل وغتولي او يساوي. هاد او يساوي مرتبطه غير بالتناقصيه، قطعا مرتبطه خلاص بالرمز ديال القطع. دابا العكس عاوتاني، لا، تناقصيه قطعا، نقول او ان، ان ينتمي لاي، تناقصيه قطعا، مهما يكون ان و ام كينتميو لاي اس اثنان، كتكون عندي ان صغر قطعا من ام، تستلزم ان او دو ان كبر قطعا من او ديال ام. تناقصيه مرتبطه بالرمز كيتقلب، قطعا مرتبطه بالرمز ما فيش يساوي. اوكي، هي هذه. وكنقولوا واحد المتتاليه ثابته او ان ثابته، يعني ما كتغيرش، مهما يكون ان و ام كينتميو لاي او سي اثنان، كتكون عندي هنا يو ان كتساوي يو ام. واخا تبقى تحسب هنا،
تبدل هنا في هادو راه كلهم غيبقاو دائما متساوي. هذا التعريف، ولكن في التمارين باش كنخدموا التعريف ضروري خصو نعرف، تقدر تحتاجو شي مره، ولكن في التمارين ما كنبقاوش نخدموا بعد هاد ام هذا اللي كناخذو، كنمشيو ناخذو حاله خاصه. صافي صافي، كنمشيو ناخذو واحد الحاله خاصه. شنو هي خاصيه ولا دونك في الحاله الخاصه اللي كناخذو مثلا يو ان، دائما ان كتنتمي لاي تزايديه، مهما يكون ان كينتمي لاي كناخذ واحد العدد كبر من ان. صافي كبر من ان، دونك تزايدي كنوليو ناخذ يو ان زائد، دابا ان زائد واحد كبر من ان ياك، الا كان تزايدي. هانتوما مثلا هنا الا خديت هنا خديت ان زائد واحد، خديت ان هيا خديت ام هو ان زائد واحد، اوكي ان زائد واحد كي دايره كبر قطعا، اذا اش غتخرج لي يو ان صغر من يو ان زائد واحد، اولا يو ان زائد واحد كبر، دونك يو ان زائد واحد كتكون كبر من يو ان، هذه تزايديه. كنقول قطعا مهما يكون ان ينتمي لاي كتكون يو ان زائد واحد كبر قطعا من يو ان. نفس المتتاليه، غنقول المتتاليه هنا تناقصيه. دابا العكس، مهما يكون ان ينتمي لاي تكون يو ان زائد واحد صغر او يساوي يو ان. هنا المتتاليه ديالي تناقصيه قطعا، تناقصيه قطعا، هنا راه كاينه هنا تزايديه، تزايديه يعني هنا غتكون عندي هنا يو ان زائد واحد صغر قطعا من يو ان مهما يكون ان ينتمي لي. صافي مهما يكون ان، بقات لنا الحاله الاخرى، كنقول يو ان ان كتنتمي لاي ثابته، مهما يكون ان كينتمي لاي يو ان زائد واحد كتساوي يو ان. صافي يو ان زائد واحد كتساوي يو ان، دونك هادو باش كنخدمو. صافي هادو باش، اذا انت ملي تطلب منك الرتابه ديال شي متتاليه يو ان خصك تبين وحده من هادو، اذا خصك تقارن يو ان زائد واحد يو ان. وباش كنقارنو جوج حوايج كنمشي مثلا ندير الفرق ديالهم، اذا في الغالب في الغالب لدراسة رتابة متتالية يو ان، يعني هنا هذا هو داك الشق العملي، داك الشيء باش كنخدمو، دراسة رتابة متتالية يو ان ندرسو إشارة الفرق يو ان زائد واحد ناقص يو ان، كتمشي تحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان ولا العكس. صافي متفقين، وهي اللي كتعطيك شنو ممكن دير. ندير واحد المثال، غناخد مثلا متتالية ديالي يو ان، بحيث مهما يكون ان كينتمي لان عندي يو ان كتساوي ان اس اثنان زائد جوج ان زائد جوج ان. غنمشي نشوف ندير الرتابه ديالها، دونك ليكون ان كينتمي لان ضروري من هنا لدينا شنو قلنا، كنمشي ندير اشاره الفرق، غنحسب يو ان بلس ان ناقص يو ان، غنعوض يو ان زائد واحد. شوف ها انت عندي هنا ان هنا ان هنا ان، دابا هنا شنو عندي هنا ان زائد واحد، اذا فين ما شت ان غنعوضها بان زائد واحد، اذا غتجيني ان زائد واحد ما تنساش كامله اس اثنان زائد جوج، هنا هذا الشيء اللي هنا هو اللي هنا، دابا شنو عندي هنا ان زائد واحد، غندير ان زائد واحد ناقص يو ان، افتح القوس ان اس اثنان زائد جوج ان، ودابا كيبقى الحساب هذه غتنشر ان اس اثنان
زائد جوج ان زائد واحد زائد جوج ان زائد جوج ناقص ان اس اثنان ناقص جوج ان. هذه مع هذه مشات. زائد جوج ان مع ناقص جوج ان مشات. شنو كيبقى لنا هنا في الاخر؟ كتبقى لنا هنا جوج ان زائد ثلاثة. جوج ان زائد ثلاثة. هاد ان فين كاين؟ موجب. وبالتالي هاد الشيء هذا راه كبر قطعة من زيرو. ومنه مهما يكون ان كينتمي لان شنو غنلقى عندي؟ يو ان زائد واحد ناقص يو ان كبر قطعة من زيرو. اي ان مهما يكون ان كينتمي لان الا كانت يو ان زائد واحد ناقص يو ان كبر قطعة من زيرو فيو ان زائد واحد راه كبر قطعة من يو ان. الا كانت عندي هذا اذا المتتالية يو ان تزايدية قطعا. صافي حيت عندي هنا قطعا تناقصية راه كدير نفس الحاجة غير خصك هنا توصل هاد المسائل هادو. وبالنسبة للتطبيقات غناخدو دابا غنخدمو التمارين ديال الكتاب من دراسة ان شاء الله.